الشوارع ديال قلميما هما شوارع خاصرين، يعني الناس إذا كان الصيف كيوحلوا في الغبرة وفي العجاج، يعني جات الشتاء مشكلة، يعني الناس كيدخلوا الغسل ديورهم، والله يهدي الله يهدي ما خلق، الله يهدي المسؤولين باش يرجعوا رؤوسهم على هذه البلاد هذه. اخويا هاد البلاد هادي راه مشات اللور اللور، صافي رجعت اللور اللور، ما بقاتش تقول ميمه كما كانت تقول ميمه، صافي مشات، لا الناس ديالها والو، القدرون ما كاينش، كلشي كلاوه، كلشي مشى، حشمه عليهم هادشي كيديروا، راه ولات تقول ميمه بحال العروبيه هنا، راه ما بقى لنا غير نديروا الزرع هنا والشعير والفون ونجيبوا الماء ونبقاو نسقيو صافي، راه ما بقاتش مدينه، ما بقاش. السيدي ولي جهه الدراعه تافلات انهم يتدخلوا بشكل عاجل فيما يخص التهيئه ديال مركز قلميمه اللي كيعاني التوقف التام راه عام هذا باش بدا هذا المشروع، وما زال يراوح مكانه، راه حشومه راه عيب وعار. حنا في مغرب 2024 المغرب الجديد، ان مدينه قلميمه اللي هي واحد المدينه واحد عندها واحد المكانه التاريخيه في الجنوب الشرقي، ان الازقه ديالها والمواطنين ديالها باقيين كيشموا التراب، باقيين كيشموا الغبره، باقيين كيعانيوا من الاوحال، باقيين كيعانيوا مجموعه من الاختلالات بسبب البنيه التحتيه. هذا الشيء، هذا الاختلالات اللي كاين راه بسبب غياب المراقبه من طرف مكاتب الدراسات والمكاتب اللي كتولى المراقبه ديال المقاولين، لان هذا المشروع هذا راه جاء في الشهر 3 اللي فات مع رمضان، ودابا راه قريب عام يكمل وباقي كيروح المكان ديالو، لان ما كانش المراقبه في المشروع، واحد المشروع السابق ديال التقويه والتدعيم ديال الشبكه ديال الماء الشروب، وملي جا هذا المقاول هذا لقى صعوبات كبيره فيما يخص الخدمه، ملي كيحيي التراب كيلقى لي برونشمو ديال الماء الصريح للشرب في 40 سنتيم، ملي كيحرك الاليه ديالو ملي كيخدم البوكلان كيبغي يهز التراب باش يحيي التراب باش يخدمو، كيجبد معاه القوات، وداك الشيء كيكون واحد التاخير وكيتسبب ليه في خسائر ماديه وتعثر المشروع. دابا النداء ديالنا للسيد الوالي الله يجازيه بخير، الوالي ديال جهه درعا تافيلال، انهم يشوفوا شي حل مستعجل لهذه الكارثه الحقيقيه فيما يخص التهيئه لمركز قلميمه، اللي هو صراحه مشروع استبشرت به الساكنه خيرا بعد معاناه طويله في المجالس المتعاقبه لمده 20 سنه. ودابا كما كتشوفوا الحاله الكارثيه، الحاله تدمي قلميمه اللي هي عندها واحد التاريخ كبير فيما يخص التاريخ ديال المدينه.